تاني بتطلع أخبار، بنقرأ أخبار، ولسه كان قريب في أخبار على أنه مجموعة دول تشترك مع بعض وبتقرر أنه يبقى في بديل لقناة السويس. محتاجة أسمع رد حضرتك. طيب خلينا نقول إن يعني الدول تشتغل وتعمل مصالحها الاقتصادية وتشوف الأنسب ليها، لكن ما يتقالش انها بديل لقناه السويس، لانها فعلا ما هياش بديل لقناه السويس. وما زلت بؤكد ان كل الطرق ده، بس ده مش طريق واحد، واحنا كل فتره كده بيطلع لنا الموجه بتاعه ان في طريق بديل لقناه السويس، قناه السويس مش عارفه ايه. ويمكن كان قبل حادثه ايفر جيفن، كانت الايام دي كانت الوتيره دي شغاله قوي، ان قناه السويس دورها تراجع، وان في طرق بديله، ده زي الممر الشمالي، كانوا بيتكلموا ساعتها عن الممر الشمالي وتحسين الممر الشمالي اللي هو في روسيا. ايوه، وهيبقى بديل لقناه السويس لاخذ التجاره من اوروبا لشرق اسيا. ايوه، فخلينا نقول ان حتى لو هو الطريق دون يعني اللي هو الشمالي، خلينا نقول ان احنا اثبتنا بالعملي ان حادثه ايفر جيفن اثبتت ان مفيش بديل لقناه السويس. ليه؟ لان احنا مثلا قعدنا 6 أيام بنحاول نطلع السفينه ايفر جيفن. كنتوش عارفين اصلا هتقعدوا قد ايه؟ طبعا ما نعرفش. أيوة، كنا شغالين وكل يوم بنعمل حاجات جديده، بنضيف قطارات جديده في عمليه القطر وبتاع دي. وكان في 422 سفينه كانوا عالقين في غطس السويس وغطس بورسعيد منتظرين قناه السويس لما تفتح. لو انا عندي طريق بديل، هل من المنطقي ان انا انتظر والموضوع مش معروف هيبقى قد ايه؟ ومش معروف قد ايه؟ يمكن 60 يوم. أيوة، هم قالوا ان هيبقى 6 شهور، يعني الخبراء العالميين في الانقاذ قالوا ان عمليه السفينه دي هتاخد 6 شهور. بس ده الحقيقه انا بشوفه كان حافز ليكوا اكتر. طبعًا، ما كانش حاجه مستفزه طبعا يعني. ففي سفن كمان وتوكيلات لغت الرحلات بتاعتها اساسا من المواني، ما طلعتهاش لغايه لما قناه السويس تتفتح. وبالتالي لو كان في طريق بديل كان هيبقى ايه؟ اخده واسيب قناه السويس اللي مقفوله دلوقتي، واحنا مش عارفين لسه هتفتح امتى. فالطريق الشمالي لما كان بيكلموا عليه، احنا بنتكلم على طريق بيشتغل في السنه 14. وبالتالي التوكيلات المحليه الملاحيه والخطوط الكبيره بتحب تظبط جداول الملاحه بتاعتها والابحار بتاعتها والتجاره بتاعتها على مدد كبيره، ما يتكلمش على 4 أشهر في السنه. يعني انا لازم اخطط الحسابات بتاعتي على مدد كبيره جدا. ايوه، فبالتالي يبقى الطريق بيشتغل 4 أشهر، لان بقيه السنه في الشتاء التلج بيقفل الطريق دوت. ايوه، فصعب. حتى في الصيف هو بيخلي فيه حاجه اسمها كاسحه جليد تعبر قدام كل سفينه بتمر، وبالتالي تكلفه عاليه جدا، في خطوره ومخاطر، في الحاويات بتبقى قليله، الحموله بتاعتها المركب ما يقدرش يخلي حموله بتاعت مركب كبيره، ما اتكلمش اتكلم على الغاطس لا يزيد عن 8 متر او 9 متر يعبر في الحته دي، لان احنا بيعدي عندنا 18 متر ونص في قناه السويس، نتكلم على 500 حاويه. السنه اللي فاتت معدي 48 حاويه في 48 سفينه في الممر الشمالي. ايوه، في حين انا السنه اللي فاتت معدي 26000 سفينه. فهل ده يبقى بديل لقناه السويس؟ هو ضروري تطوير القطاع للتجاره البينيه في الجزء الاول. أيوه، ويعملوه كل اشتغل حاجه، لكن ما تقوليش انت بديل ليه. نفس الموضوع الطريق الجديد اللي بيتقال عليه ان هو هيبقى بديل لقناه السويس بتحالف اكتر من دوله. أيوه، ده الطريق ده هيبقى فيه جزء منه بحري وجزء منه سكه حديد. كلمني على البحري لوحده والسكه الحديد. البحري طبعا ماشي، يعني البحري ممكن يشيل عدد من السفن والكونتينرات، لكن هيبقى ملتزم في الاخر هو هيوصلها لفين؟ هيوصلها لسكه حديد، فلازم يبقى ملتزم بعدد كونتينرات تقدر السكه الحديد تحت تشيلها. أيوه، والا مش هيروح بالمركب عليها، زي ما احنا بنقول مثلا احنا بنقدر المركب عندنا بتعدي عليها 24000 حاويه. فمش هيقدر يروح ب 24000 حاويه، في حين القطر مش هيشيل غير 500 حاويه، فبالتالي هيروح بسفن صغيره تحمل 500 حاويه ل 800 حاويه. أيوه، ويبدا يشغل على القطارات، لان احنا قلنا ان القطر عربيه البضاعه او العربيه اللي تشيل الحاويات بتشيل من 2 لـ 5 حاويه. فلو قلنا قطر في بيجر وراه 100 عربيه، ده مش منطقي. فمعنى كده ان احنا بنتكلم في 500 حاويه لو على الحد الاقصى يعني. فانت بتتكلم على 500 حاويه، وانا معدي عندي اخر حاجه احدث مركب عدل عندي 24000 حاويه. أي، مركب واحد. ايوه، تعدي 11 ساعه. ف غير كده بقى المخاطر بتاعت انتقال الحموله نفسها او البضاعه من المركب من المركب، وبعدين تنزل تحمل على سكه حديد، وبعدين تنزل تحمل على بحر تاني، على مركب تاني. أيوه، او على طرق بريه. أيوه، عشان تروح المواني اولا برضو وقت، تكلفه فيها مخاطر في التنزيل والشحنه وتفريخها، يعني تفريغ الشحنه تعبئتها مره. أيوه، فكل ده بيعمل تعطيل، لكن برضه ضروري، هو ضروري للدول دي، لكن ما هوش بديل لقناه السويس. تفرق كتير طبعا فكره نقول ان في طرق بديله ولكن ليس بديل لقناه السويس. يعني لما تيجي انت عايز دايما النقل البحري هو الارخص، هو الامن، وقناه السويس هي الامن وهي الاقصر. فخلينا متفقين على كده. ايوه، وكل دوله لما بتيجي تعمل خط ملاحي جديد حتى اول حاجه بيعملها ايه؟
اولا بيشوف السفن اللي هو بيبنيها ودي حقيقه موجوده في العالم معروفه. أيوة. بنعمل احنا حاجه اسمها شهاده عبور قناه السويس، وهو بيعمل التصنيف بتاعه بيبني بيعمل سفينه تصلح انها تعبر في قناه السويس عشان يدوله الشهاده دي، غير كده مش هيعبر في قناه السويس. تخيلي يعني احنا بنتكلم على سفن اساسا وهي بتبني حاطط في حساباته ان انا اصلح قناه السويس او اي حته ثانيه، لان احنا ما نعرفش المعلومات دي الحقيقه. فدي حاجه معروفه، فبياخد شهاده او لايسنس ان هو معاه شهاده انه ممكن يعبر في قناه السويس، ودي احنا بنشوفها. ايوه للسفن الجديده بالذات، السفن القديمه خلاص هو عبر عندي ألف كذا مره قبل كده ومتسجل عندي، فاحنا عارفين ان هو قدراته ان هو يعبر في قناه السويس ما فيش فيها مشكله. غير كده انا برجع اعمل عليه تشيك تاني، بنزل حاجه الناس عندنا اسمها الاياسين، بيطلعوا على المركب ويشوفوا الحموله اللي عليها ويشوفوا البضاعه ويشوفوا البروز اللي طالع من السفينه زي ما هو مبلغنا ولا لا، والحموله زي ما هو مبلغنا ولا لا، براجع تاني عليه. فدي من ضمن الحاجات ان انا وانا ببني بسفينتي خلي بالكم يا جماعه خلوها ده العالم كله. العالم كله هو السفن الاجنبيه. فبيعمل حسابه ان هو يكون تصلح انها تعبر في قناه السويس، هتعبر ما دام تصلح في قناه السويس تعبر في اي طريق تاني. تمام. فمفيش فيها ده ختم الباسبور اللي يعدي في اي دوله.